السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله الفيديو غادي نشرحوا فيه معنى ديال الفورميكا، لان بزاف ديال الناس يكون عندهم واحد الخلط ما بين لاطي ميلاميني ولاطي فورميكا. قرب لعندي باش نوريك لاطي فورميكا كيف داير. بالنسبه للاطي فورميكا، لاطي فورميكا كتكون فيه واحد لاكوش من الفوق اللي هي واحد الورقه سميتها اش بي ان. الاش بي ان تكون لي بيسور ديالها 0.7 ملي. هي هذه، ها هي، شوف هذه ورقه كانت بقات لينا في لومبالاج الاخرانيه وبقى لها مضروبه. المهم ها هي ديال اش بي ان. قرب عندنا مزيان، قرب لنا يديك، انت اسمع كي غادي دير. يعني كتهرس، يعني كتهرس، فهمتي؟ كتهرس. هي لي بيسور ديالها 0.7 ملي. اما بالنسبه للميلاميني، بانو ميلاميني هو هذا. قرب عندنا يشوف، تكون غير واحد لاكوش بحال ديال الصباغه، لاكوش ديال الصباغه هنا الفوق، لاكوش ديال الصباغه. بالنسبه للفورميكا غنحاول نقربها لكم مزيان هنايا، لي كولور هادو ديال الفورميكا. هذا بالنسبه للي كولور، هي فورميكا ولات تقولوا لها اش بي ال، هي هادي. بالنسبه للفيديو ما كانش يصور تقطع. المهم نكملوا على الفيديو ديالنا، هو ان هاد الفيلم هذا ديال الفورميكا، يعني الاش بي ال، هذا تيكون لاصق فوق لاطيه وكيتقام غالي. هاد الاغلبيه الفورميكا ما كتكونش هنايا في المحلات ديال البيع، قليله، من غير الا كان الانسان ياخذ هاد الفورميكا ويلصقها فوق لاطي ولا يدير بها لي زابياج، لان فيها بزاف ديال اللوانات، كاين اللوان ديال الرخام. واغلب الناس تشوف في لي فيديو في الشرح في يوتيوب تيقول لك لاطي فورميكا، لاطي فورميكا، لاطي فورميكا ما كاينش. لاطي فورميكا اي واحد لقى قال لك لاطي فورميكا، اول حاجه خصك تجي قرب معايا، تجي لهاد لاكوش مثلا ستراتي ديكور، هذه الفوقانيه هذه خصها تكون بحال هذا الشكل. يعني انت ملي تجي عند الناس اللي كتبيع السلعه، يعني تجي عندها هنايا خصك تشوف فورميكا، خصك دير لها في الجنب، تسمع بحالك قرب عندها، تسمع بحالك، يعني تهرس. هادي اللي كتسمى الفورميكا. هاد الاش بي ال هذا على ما عرفت انا هو اللي كيتصايب بالعظم ديال الزيتون، هذه يعني هذه القشره هذه كامله عظم ديال الزيتون. ونتمنى الفيديو يكون يفيدكم بزاف، وما تنساوش الاشتراك والبارطاج.